قلعة نجم تبعد عن محافظة حلب ما يقارب 118 كيلومتر، ترتفع عن سطح البحر ما يقارب 377 متر. بنيت على هضبة صخرية مرتفعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات. طبعا القلعة سميت بقلعة نجم نسبة إلى نجم، وهو ابن أحد القادة أو الأمراء في زمن الخليفة المأمون العباسي في القرن التاسع الميلادي. طبعا بناء القلعة يأخذ الشكل المضلع الغير متوازن أو الغير منتظم، ويحيط بالقلعة السور الدفاعي موصول به الأبراج الدفاعية أيضا. القلعة مؤلفة من ثلاث طوابق، الطابق السفلي أو القبو، ويوجد ضمنه مخازن الحبوب ومستودعات المياه والمنافذ السرية التي تؤدي إلى خارج القلعة، والطابق الأول ويوجد ضمنه الغرف وقصر الإمارة والحمام والشارع الطويل إضافة إلى اسطبلات الخيل، والطابق الثالث ويوجد ضمنه المسجد وبناء مميز أيضا إضافة إلى اسطبلات الخيل أو مرابط الخيل. الطابع الذي غلب على بناء القلعة أو تصميم القلعة هو الطابع الأيوبي الإسلامي البحت. وذكرنا أو ذكرت بعض المراجع أو المصادر عن وجود جسر يربط بين شرق الفرات أو غرب الفرات يمر بمحاذاة قلعة نجم، وهذا الجسر قد هدم في مراحل سابقة. النهر نهر الفرات هو الحد الطبيعي الفاصل سابقا بين الإمبراطورية الفارسية من جهة والإمبراطورية البيزنطية أو الرومانية قديما من جهة. القلعة كانت تعتبر نقطة انطلاق للجيوش أو نقطة تجهيز للجيوش أو نقطة إمداد، وبنفس الوقت عين على الجسر الذي بني بجانب القلعة.